ممكن يوم إجازة هيك مدفوعة الراتب، ممكن عزيمة على الغداء، ممكن أبجريد لجهاز الكمبيوتر اللي عم بشتغل عليه في الشركة، ممكن هابي بيرثدي بارتي، يعني أشياء هيك بسيطة بس لكنها بتترك أثر كثير كبير. مرحبا، كيف ترفع إنتاجيتك أو إنتاجية الموظف اللي موجود عندك؟ توب 10 tips to boost productivity، وبرضو توب 10 tips to improve the employee efficiency. Let's go. النقطة الأولى، تأكد من وضوح الأهداف والتارجت اللي بدنا نوصل له قبل ما نبلش بالشغل، لأنه تخيل كيف بدك تكون أنت منتج وموظفينك منتجين إذا إحنا مش عارفين لوين بدنا نوصل. So make sure إنه you keep the end in mind، عارف الهدف تبعك. النقطة الثانية، التحفيز، إذا تحفيز موظفينك أو تحفيز نفسك، إذا ماديا أو معنويا. ليه؟ لأنه أنسب طريقة لأنك تخلي الشخص أو البني آدم منتج أو يقدم على الإنتاج ويعمل بطريقة أفضل وبرودكتيفيتي أحسن، إنه يكون في سبب لإله إنه يعمل هيك. وهو ليش فعليا بيكون عنده إنتاجية؟ لأنه في حوافز وفي تحفيز. ممكن يوم إجازة هيك مدفوعة الراتب، ممكن عزيمة على الغداء، ممكن أبجريد لجهاز الكمبيوتر اللي عم بشتغل عليه في الشركة، ممكن هابي بيرثدي بارتي، يعني أشياء هيك بسيطة بس لكنها بتترك أثر كثير كبير إذا عليك أو على الموظف الشخص صاحب هذه المناسبة أو هذا التحفيز، وبتخليه يشتغل بطريقة أفضل 100%. والنقطة رقم 3، لا تعطي موظفينك مهام صغيرة ومفرتكة ومشتتة تشتتهم وتشتت إنتاجهم وإنجازهم وإنتاجيتهم، خاصة إذا عندهم مهام كثير أكبر وأسمى وهم أكثر لسير الأعمال والريتيرن تبعها أفضل. ليه؟ لأنه أنت أكيد مش حابب أنك تجيب حالك وتجيب موظفينك وتجيب شركتك كلكم في حوض النعنع. والنقطة رقم 4، بصراحة نقطة جدا مهمة، دعمهم دائما وحاول انك تشتغل بشكل كثير كبير على تطوير مهاراتهم. اعطيهم تريننج، اشترك لهم بدورات، وحفزهم على التعلم والتطوير الدائم والمستمر والبحث، واعطيهم وقت للبحث، لانه هذا من اهم الاشياء اللي ممكن تخليك تتطور في طريقة العمل انت والشركة والموظفين. النقطة رقم 5، في الاعمال والمهام والوظائف التي تسمح بانه الموظف يعمل من المنزل او ريموتلي، وافق لهم على انهم يعملوا من المنزل او ريموتلي، لكن بشرط انه ما يدور بسير الاعمال وانتاجيتها. ليه؟ لانه صراحة في دراسات كثير انا شفتها وانا ما شفتها اثبتت انه الناس اللي بتشتغل من المنزل انتاجيتهم اكثر باضعاف من الناس اللي بيشتغلوا من المكتب. تخيل يا معلم، والله زي ما بقول لك، فاسمح لهم يشتغلوا من المنزل. وانا صراحة جربت مع موظفيني وموظفين الشركة اللي بشتغل فيها، انه في ناس بيشتغلوا من البيت وعم بعطيهم اكسس من البيت، وفي ناس عم بعطيهم every now and then انهم يشتغلوا كمان من البيت as long as انه مش محتاجهم في المكتب، وبصراحة الانتاجية عم بتكون اضعاف المتوقع. فدوت ودعيلي. النقطة رقم 6، دائما تابع نفسك وتابع موظفينك، واعطوا لبعض دائما فيدباك، واذا ما اعطيتوا بعض فيدباك اطلبوا من بعض فيدباك، لانه احسن 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 طريقة لتطوير طريقة العمل لتلقطوا الأخطاء اللي عم تمشوا فيها أو الجابس اللي عم تكون بالورك فلو تبعكم بطريقة العمل تبعتكم، هي التغذية الراجعة إيذر انترنالي أو اكسترنالي. والنقطة رقم 7، اعملوا ستاندرد تايم لوجز، مهمة كثير إنكم أنتوا تسجلوا أوقات العمل، التاسكات اللي اشتغلتوا عليها وأوقات التوقف خلال النهار وخلال ساعات العمل، وتراجعوها بشكل أسبوعي وتراجعوها بشكل دائم لحتى تعطيكم فيدباك كثير قوي على أنه شو التاسكات اللي تم إنجازها بسرعة وما استغرقت كثير وقت، وشو التاسكات اللي ضيعتوا فيها كثير وقت أو البريكس اللي ضيعتوا فيها كثير وقت وما كان لها داعي واللي ممكنكم تحسنوا منها، وتسرعوا من إنجازكم بهذه الطريقة أنكم you can exclude، تستثنوا الأعمال اللي عم تأخذ كثير وقت اللي ما لها داعي من البروسيس تبعكم، وصير عندكم وقت كثير أكثر، ويبارك الله في عملكم. النقطة رقم 8، حدد التاسك الجاي من هلا، لا تستنى بين ما تخلص التاسك اللي في إيدك بعدين تصفن شو بدي أعمل هلا مش عارف. أو حتى الموظفينك حدد لهم التاسك الجاي، it's a part of planning methodology يا زلمة، أنت لازم تعمل planning للشيء اللي أنت بتشتغل عليه، شو اللي رح نعمله next، عشان ما تصفن في حالك واسم موظفينك في حالهم. انه مثلا اذا انت رسام، حدد شو اللوحه الجايه اللي بدك ترسمها بعد ما تخلص اللوحه اللي بايدك، بس اسمها يعني شو اللوحه وشو موضوعها. او اذا انت مثلا شيف مثلا، ممكن انك انت تحدد شو نيكست ديش او شو الطبق الجاي اللي انت بدك تحضره بعد ما تخلص تحضير الطبق اللي في ايدك. او اذا انت مثلا مبرمج، شو البرنامج الجاي اللي انا حابب اني اسمعه بعد ما اخلص صناعه البرنامج اللي في ايدي. المهم تكون عارف شو طبيعه التاسك او شو طبيعه التوجه اللي راح تكون
once you are done اول ما خلصت الشغل اللي بين ايديك. هلا النقطة التاسعة related كثير للنقطة اللي قبل كثير لها علاقة فيها، اكتب description او وصف لخطة العمل على الشيء او التاسك اللي انت حددته قبل ما تخلص التاسك اللي في ايدك حاليا، لحتى تكون البداية اسلس كثير وانت تقدر تنجزه بطريقة افضل. ودائما اعمل هذا الحكي بشكل متواصل وانت بتشتغل شغلة، حدد التاسك اللي بدك تشتغله بعدها قبل ما تخلص، وانت بتشتغل اول ما تقرب تخلص بلش اعمل planning او كيف انا بدي اشتغل على الشغلة هذيك. ممكن ما يكون ناضج 100% لكنه موجود وانت بتقدر تبلش فيه اول ما خلصت المهمة اللي في ايدك. بهاي الطريقة ما راح تصفن، طبعا راح تاخذ بريكس وقت ما بدك، يعني مش حتحكي لي انا بشتغل كماشين، لكن تاخذ بريكس وقت ما بدك، بس وانس انت عم تشتغل انت عارف 100% كيف بدك تشتغل وعشو بدك تشتغل وكيف تبلش. والنقطه رقم 10، اذا انت فريلانسر او بتشتغل لحالك او بتشتغل مع شركه او في معك موظفين بيشتغلوا، دائما حط ديدلاين للتسليم، وقت نهائي لتسليم الشغله اللي بين ايديك، لانه بهاي الطريقه حتلتزموا بهذا التاسك او بهذا الوقت اللي انتم بدكم تسلموه. انت اذا لحالك تشتغل فانت حتلتزم بهذا الوقت، وديفينتلي هيك بتزيد انتاجيتك بدل ما انت تضلك تمطمط ومش عارف متى بدك تخلص. حط لحالك وقت وخلصنا، في عندك تسليم. لهون بقدر اقول لك سلام واشتغل على حالك.